سعليمة وإليسا بتغيب بتروح، نخلطوا معاهم للعشرة ودرجين صباح النور. مرحبا بالناس الكل اللي خلطت علينا توا، انتم ما تسمعوا في الويكاند منزلنا معاكم نحن حتى لنص نهار كالعادة. في ساعتنا هذية نحكي وتغذية، اليوم نحكي على موضوع مهم أكيد الناس الكل معناها تحب تسمع الحاجات اللي كيما هكية اللي هي حاجات تعطي طاقة إيجابية أون جينيرال. دونك نحكي على هرمون السعادة، لليوم نعرفوا بالهرمون هذية كيفاش يتم تحفيزه وشو الأغذية اللي نجم ناكلها باش تعطيني هرمون السعادة، خاصة مع الوضع المتوتر توا والأخبار اللي موجودة في البلاد. معنا بالتليفون أخصائية التغذية شايمة فهم. بونجور شايمة. بونجور أمولة، شنو حوالك؟ سافا؟ سافا الحمد لله، وانتوما؟ الحمد لله تري بيان. مرحبا بك معنا شيماء. دونك كيما قلت اليوم بالحق الموضوع حاشتنا بيها على الاخر، معناها هرمون السعاده نحكيوا عليه، ماذا بينا نركزوا معاك بالكدي بالكدي شيماء باش نعرفوا الحاجات اللي نجموا ناكلوها بشكيكه اوموا نبدلوا شويه من المود نتاعنا زاده. اي هو انا الحقيقه اخترت السوجي هذا بو لا سيتواسيون اكطوال، معناتها برشا ستريس العبيد الكل. انا ما تجيني حتى دي ميساج نتاع كوفيد، نستنى وقتاش يتنحى الكوفيد باش نرجعوا نفرحوا، وقتاش يتنحى الكوفيد باش نرجعوا نتفرهدوا. والناس الكل تربط في السعاده نتاعها ولا في البونور بهدف معين، الوغ كو سي با فري. لو بونور هو عباره على لحظه نحن نحسوها ما عندها حتى علاقه بالسيتواسيون، معناتها انت بديك تكون فرحان ولا ما تكونش فرحان. خاطر لو بونور فيزيولوجيكمون هو عباره على هرمونات. لو كانهم سكريتي في البدن دونك ثم لو بونور، كان ماهمش سكريتي لو بونور ما فماش. دونك نحنا باغسون دو سيت ديفينيسيون نجمو نحنا نتحكمو اسكو ثم عادات. انا اللي باش نحكي عليه اليوم باش نفسر شنو ما هرمونات السعاده ساعه، وباش نحكي على عادات موجوده في يومياتنا كيف نعملوهم نزيدوا من افراز هرمونات السعاده، ومن تغذيه كي تكون موجوده في عاداتنا اليوميه ماكله ناكلوها تزيد من هرمونات السعاده. خبيا معناها كيكه تنجم تولي عاده في حياتنا السعاده، راهي مش مربوطه معناها صحيح الوضع متوتر صحيح الاخبار ما تفرحش وكل شيء، لكن نحنا راهو اذا القرار نتاع السعاده لازمنا نحطه هو قرار بيدينا نحنا، ونحنا اللي نخليو رواحنا فرحانين. أي السعادة معناتها احنا قادرين نخلقوها، ما تعتمدش على حتى حاجة خارجية. خاطر كيف تعترض تولي انت تربط السعادة نتاعك بان فاكتور اكسترن يولي ثم ادمان. كان هو توفر انت سي بون معناتها فرحان، كان ما توفرش ما تفرحش. الوغ كو هي السعادة في داخلنا، ما فما عباد هذيك علاش تلقى ساعات واحد فقير ما عنده حتى شيء تلقاه شيخ ومحلي تقول صح عليه، وتلقى واحد لابس عليه وعنده لي مويان الكل وما هوش فرحان، خاطر غيرمون مش هذيك لو سوخ دو بونور نتاعو. صحيح بالضبط. خلينا نبداو نحكيو على هرمونات السعاده. هما اربعه، ثم الدوبامين لا سيروتونين لوكسيتوسين والاندورفين. هما اربعه هرمونات كيف يبداو سكريتي يبدا لو بونور موجود، كيف ينقصوا ينقص لو بونور. عندك الدوبامين والسيروتونين اللي هما اون ميم طون هرمونات لكن النواقل العصبيه. الدوبامين باغ اكزومبل هي ريسبونسابل على المتعه، الشيخ عرفت الانسان يحس بها، تعاون حتى في القرايه، تعاون في الميموار. لا سيروتونين تحسن في الكاليتي نتاع النوم. دونك احنا كي تبدا عندنا اون بون سيكريسيون نتاع سيروتونين النوم يبدا الكاليتي نتاعو باهية. هي الهرمون نتاع الكيف نتاع الجو، واحد يقول لك انا عامل ان بون كيف، غيرمون عنده اون بون سيكريسيون نتاع سيروتونين. لا سيروتونين زاد تحسن في عمليه الهضم. دونك بعد تشوف العلاقه الكبيره بين المزاج نتاعنا وبين الجهاز الهضمي. ثم الاوكسيتوسين اللي هي تنجم تكون نقصه توا بو لا سيتواسيون تاع الكوفيد، على خاطر الاوكسيتوسين هي الهرمون تاع الحب. دونك هي الهرمون تاع الحب، دونك يبداو عايشين اون ريلاسيون اموغوز اكيليبري عندهم سيت هرمون لا، هي الهرمون تاع البوس وتاع التعميق اللي نحن تحرمنا منهم بو الكوفيد. وي توا ما عادش اي فوالا. انت هيك تعمق عبد تحبه، امك خوك عبد انت عزيزه عليك، فما كونيكسيون تتعدى بيناتكم. لا سونساسيون تاع السيكوريتي هذيك تعطي اون هيبر سيكريسيون تاع لوسيتوسين. هذيك علاش يلزم الانسان يقول لك ماذا بيه في النهار يعنق حتى 3 مينوت عبد يحبه. فما سيكريسيون تاع الهرمون لوسيتوسين زاده، هي سي الهرمون تاع الام والبيبي. تصير الافراز نتاعها وقت المراه المرضعه اول ما تحط البيبي نتاعها في صدرها وباش ترضع، تصير لا سيكريسيون تاع لوسيتوسين هي ريسبونسابل بين اكل كونيكسيون اللي تتعدى الاولانيه بين الام والبيبي نتاعها نتاع السونساسيون تاع السيكوريتي ونتاع الحب. دونك هذه الهرمون نتاع لوسيتوسين. والاندورفين هي تنقص من الوجيعه، لا سونساسيون دو لا دولور
تنقص بالسكريسيون تاع لوندورفين وتطلع برشا عند العبيد السبورتيف. به دونك لازم من هوني نفهموا اللي السبور عنده دور كبير. هذيك علاش نقولوا اعملوا سبور يحسن من المزاج ينقص من الضغط النفسي، خاطر كي تعمل سبور تصير سكريسيون تاع لوندورفين. دونك لو كان باش نحكيو على العادات الباهيه اللي تطلع في هرمونات السعاده، اول عاده هي ممارسه الرياضه. تطلع من لوندورفين، اما تطلع من السيروتونين ومن الدوبامين، تنقص اون فيت من الطاقه السلبيه. يلزمنا اون موايين نمارسوا 30 دقيقه كل يوم، وكي نقول 30 دقيقه مع بعضهم يعني كان تعمل 10 دقائق الصباح و10 دقائق في القايله مثلا و10 دقائق في الليل، لا يلزمهم 30 مينوت ورا بعضهم نتاع الصباح. ثم التعرض للفيتامين دي، التعرض للشمس، لا سيكريسيون دو لا فيتامين دي تزيد من السيكريسيون تاع لوندورفين والسيروتونين في البدن نتاعنا. لي زيتود توا ريسونت يقول لك تتفرج في حاجه تضحك، معناتها تتفرج في سيت كوم يضحك، والا تقعد مع عبيد تعمل انت معاهم جو، تسمع النكته ولا تقرا نكته، هوني على الاقل 5 مينوت كل يوم. لازمك تضحك شويه، معني على الاقل 5 دقائق. 5 مينوت كل يوم، تضحك 5 مينوت كل يوم يخرج لك الانرجي نيجاتيف اللي في بدنك ويعطيك سيكريسيون تاع لي هرمون. ومنها يجي عاده اخرى دي هي البيئه الصحيه، لا كوميونيتي نتاعك، معناها انت ولونتوراج اللي متواجد فيه. لو كان اونتوراجك دي العباد، خاطر شو السعاده لو بونور معدي سي كونتاجيو. انا انت تقعد معايا انا عامله جو شيخه، نعدي لك لي زون بوزيتيف نتاعي تولي تفيدك شيخه. بالضبط. تقعد مع عباد مكتئبين يجبدوك الاكتئاب نتاعهم. اكيد. دونك لو شوا نتاع الكوميونيتي، خاطر قبيلك قلت لو سيتوسين، دونك لا كوميونيتي نتاعك البيئه نتاعك هي اللي تساهم في السكريسيون نتاع لو سيتوسين. هما العباد اللي باش انت تو بارتاج دو لامور معاهم اي تو روسوا ان ميم طون لامور. ثم لا ميوزيك زادا، كل واحد تصير سكريسيون تاع الدوبامين بالميوزيك، كل واحد يسمع الموسيقى اللي هي تفرحوا اللي هي تعمل جو لو ستيل اللي هو يحبه. ثم ليكزيرسيس نتاع التامل، وهوني كل واحد وكيفاه، ثم واحد راحته النفسيه تكون بالصلاه. دونك يصليوا، وتوا مع الكوجيت قلت لهم معناتها صليوا شويه دعاء راهو بي حتى باش ربي يديح علينا الغمه. اكيد ان شاء الله يا ربي. فوالا، ثم اليوغا، ثم تعمل اليوغا. كيفاش نتاع التنفس يعلموهم لك، حتى جماعه اليوغا ولا كي تمشي تعمل سبور يعلمك كيفاش تتنفس. لو ريتم نتاع التنفس نتاعك هو ينقص لك من التوتر. النوم من 7 إلى 8 سوايع كل يوم مهم، على خاطر قبيليك كنت حكيت وقلت اللي السيروتونين هي تساهم في لا بون كاليتي نتاع النوم. دونك تقعد بالكدا تخرج سيروتونين بالكدا. ممارسه تمارين الامتنان، توا قانون الجذب ياسر موجود راهو، وما عادش كان سمعتوا بيه وبرشا يقراوا عليه وفي لوروب يحكيوا عليه برشا. اون فيت انت تجبد كل حاجه انت تحب عليها تنجم تجذبها ليك. كان تحب تجذب لو بونور تنجم، وكان تحب انت تعيش روحك في الاكتئاب وتخلق ان انفيرونمون تاع اكتئاب تخلقه. دونك فما ان اكزرسيس تعمل يقول لك كل يوم تاخو ان بوت بابي ورقه وتكتب 5 حاجات انت ممتن منهم، معناتها فرحان بوجودهم في حياتك. لو فات انك تكتبهم تقتنع بوجودهم في حياتك ياثروا عليك بطريقه بوزيتيف. باغ اكزومبل تكتب انا في صحه لاباس، انا ما فقدت حد في الموجه نتاع الكوفيد هذه. لو فيت انك انت تكتبها تقتنع بوجودها في حياتك، وهذيك هي اللي تخليك انت في بون هيمور. هذا ما بالنسبه للعادات اللي تخلي لورمون نتاع البونور اي سون تري بيان سيكريتي. بالنسبه للاكله، الماكله اللي هما جينيرالمون الماكله اللي فيهم التريبتوفان، التريبتوفان هو اسيد امينه يتباع حتى سو فورم دو كومبليمون اليمونتير. فما دي كومبليمون اليمونتير بور لي ديبرسيون مينور ولا لي زونتي ديبرسور يحطوا فيهم التريبتوفان، خاطر اون فيت لاسيد اميني هذا هو اللي يعاون على السكريسيون تاع لي هرمون اللي كنت نحكي عليهم. تلقاه جينيرالمون في قلوب القرع، في البذور اون جينيرال، بذور الكتان، بذور الشيا، نلقاوه في الصومو، نلقاوه في الاجبان بصفه عامه، في الحليب، في البن، في الرايب، نلقاوه الطن والا في السردينه، نلقاوه في العظم. الفاكهه زاد باهيه بالكدا، على خاطر الفاكهه كيما لي بواسون غرا فيها لوميغا 3. واليوم لي زيتود اثبتت اللي لوميغا 3 سي ان انتي ديبريسور. تري بيان. اليوم يا امل باش نقول لك في الاوروب فما دي كومبليمون، احنا لوميغا 3 يسمى ان كومبليمون اليمونتير. في الاوروب فما دي كومبليمون اوميغا 3 يتباع رومبورسي باغ لا كيس سوسيال. كاش معناتها رومبورسي باغ لا كيس سوسيال؟ كيما نقولوا احنا دواء السكر في تونس. على خاطر اثبت انه لي ديبرسيون سيفير، العباد اللي يعانيوا من اكتئاب حاد،
ونو تريتي بار لي زونتي ديبريسور ميديكامون معناتها ما تداويوش بلي زونتي ديبريسور ميديكامون ايل سون تريتي بالاوميغا 3 ونزيدو معاهم ساعات دي هكا دي بلانت انتي ديبريسور معناتها موجودين كيما الميلتيرتوي توا معروفه بالكدي نحنا عندنا في تونس ان كومبليمون في لاسوسياسيون تاع الاوميغا 3 اي لا ميلتيرتوي سي ان انتي ديبريسور بار اكسيلونس دونك الفيك يا بيه يا بالكدي لكن ديما نقول الافراط والتفريط خاطر راهو كان يوليو اوبي قداش مثلا فيك يا قداش نجم تاخذ شيما من فوتوش باغ اكزومبل 25-30 غرام باغ جور اللي هي باش تكون مثلا 6 كعبات لوز 3 4 كعبات زوزة وتاخذ هكاك الكونتيتي نتاعك نتاع الاوميغا 3 وتاخذ الكونتيتي نتاع الاوميغا 3 مش باش تكون فيك يا بركه راهو تنجم تاخذ شويه فيك تكون انت مثلا خذيت في الفطور نتاعك سومون ولا سردينه ولا عملت اون بون سالاد حطيت فيها الطن في الاوميغا 3 دونك راهو الاوميغا 3 نجم نجيبوها من برشا حاجات ماهيش فوكاليزي كان على الفيكيا فما الشوكولاته الكحله الشوكولاته الكحله بها بالكدا الكاكاو فما اللي يعملوه سو فورم دو شوكولا شو ولا يعملوه سو فورم دو جاتو الماكله الحاره سبايسي فود نسميوهم الماكله الحاره فيها هي بنه معناتها انت كي تاكلها تحس روحك عامله جو وفيتك السيخه هذيك سي لا سيكريسيون هو الماكله البنينه اون جينيرال ديما كي تاكلها تحس روحك عامله جو شيما اما رد بالك تقول ماكله بنينه راه فما ديفينيسيون غلطه في بالها ماكله لي فاست فود وكل شو فما السيكريسيون فما لي هرمون دو بونور سيكريتي على طول النهار وثم اكل السكريسيون تصير في وقت صغير وبعد تنحى في ساعه وهما جينيرالمون يعملوا الادمان اللي كنت نحكي لك فيهم انا كيما الشوكولا نوار كيما لي غرين اون جينيرال كيما الفيكيا كيما الافوكا كيما البنان كيما الاجبان كيما العظم هذا ما يعطيوك اون سونساسيون متواصله معناتها اللي كيف انت قلت اللي يعملوا الجو هكا اما في ساعه في ساعه ما ينقصوا واللي هما جينيرالمون يعملوا الادمان في ساعه ما تطيح لاسونساسيون باش انت تعاود تاكلهم تلقى السكر خطريت السكر حاجة ساعات تقول لك عبد إن ناكل حاجة سكري نعمل جو السكر يرفع من الدوبامين لكن يعمل إدمان شنو معناها كي تاكل برشا سكر تخرج برشا دوبامين كي تولي عندك ديما دوبامين في بدنك وتوصل معناتها للبلافون نتاعها تعمل اون فورم دو ريزيستانس كيما العباد اللي ديما تقول لك نشرب انتيبيوتيك انتيبيوتيك يولي ما عادش ياثر في الدوبامين كي تولي ديما سكريتي دوزة كبيرة تولي الدوزة هذيك ما عادش تأثر فيك تقولي كأنك ما عندكش دوبامين في بدنك عندك اون ريزيستانس يولي تطلب برشا سكر ما تحسش بالجو لكن السكر يعمل لك زياده في الميزان وزياده في الميزان تعمل برشا ديبرسيون عند العباد معناها هون لازمنا نفرقوا يلزمنا نفرقوا عندك السكر والحاجه الماكله الغراس برشا هكا لي زامبورغور ولي فاست فود يعطي اون سونساسيون نتاع بونور لكن وقتيه وما يلزمناش ننسقولها يلزمنا نحاولوا نميتريزيوها على خاطر اذا كان احنا ما نكونتروليوش رواحنا باش يولي ادمان تولي تطلبها ديما تاخذ فيها لكن ما عادش تعطيك نفس التاثير لبل طيحك في السمنه والسمنه راهي في حد ذاتها عنصر من عناصر الاكتئاب داكوغ اي فوالا عندنا التاي زاده التاي الاخضر الكاموميل التيزان اون جينيرال سي ريلاكسانت باهين بالكدا عندنا البصل والثوم على خاطر مضاد للالتهابات وشورتو باهي للجهاز الهضمي دونك يلزمنا نردوا بالنا وانا وعندنا لي بروبيوتيك اللي باش نحكي عليهم لي بروبيوتيك هما البكتيريا النافعه اللي موجوده عندنا نحن في الامعاء نتاعنا يلزمنا نحافظوا عليهم على خاطر برشا دراسات تحكي انه الامعاء نتاعنا يعني عندنا كيما عندنا المخ نتاعنا في الجسم اللي موجود في الراس وعندنا مخيف صغير متصل بالامعاء يعني نحن المعدة نتاعنا متصلة بالدماغ كل ما كانت البكتيريا النافعة في الأمعاء نتاعنا باهية شنو معناها؟ معناتها فما إكيليبر بين البكتيريا الباهية والبكتيريا الخايبة كل ما كان ارتباطه بالدماغ نتاعنا يكون باهي يصير أن ديزيكيليبر في الأمعاء نتاعنا ديزيكيليبر يصير في البسيشيك نتاعنا هذيك علاش يلزمنا نردوا بالنا من لي بروبيوتيك اللي موجودين لي بروبيوتيك جينيرالمون نلقاوهم البروبيوتيك نلقاوهم في الياغورت نتاع الياغورت معناتها والا سو فورم دو كومبليمون اليمونتير يبيعوهم والا ثم ماكله تقوي من البروبيوتيك تتسمى لي بروبيوتيك اللي هما يقويو من البروبيوتيك كيما البنان باغ اكزومبل واحسن غوبات حتى نقول انا خذوكم ان بتي ديجني ويعمل لكم ان اكليبر على نهار كامل بنان مع ياغورت مع شوفي فيه لي فيبر هذه في فطور الصباح فطور الصباح
وباهي انه يقوي لنا من لي بروبيوتيك اللي موجودين في الامعاء نتاعنا. فما بذور الكتان، فما الشعير، التفاح، وهما الالياف اون جينيرال، خاطر التفاح فيه البكتين اللي هما الالياف. دونك هذه ما جينيرالمون الماكولات اللي باهين باش يحافظونا من السيكريسيون تاع لي هرمون دو بونور. دونك الاكليت او الاطعمه اللي قدمتهم انت توا شيما، الكل هذوما في البيريود هذيا وديما ماذا بينا على طول ديما يكونوا موجودين في حياتنا العاديه وفي عاداتنا اليوميه، هكاك ما تحسش روحك متقلق، تحس روحك كوميم متفرهد، عامل جو اوموا هكاك تنجم تعدي حتى كان جاي خبر هكا ولا هكا، سورتو البيريود هذيا بيريود متوتره هكاك ما تخليش الخبر هذا يأثر لك على حياتك. اي دونك يخليو ليكيليبر، هما ليكيليبر يصير بين العادات الباهيه وبين الاغذيه الباهيه. دونك ليكيليبر هذا يخلي لنا نعيشوا في راحه نفسيه، يخلينا لا سيكريسيون تاع لي هرمون دو بونور موجودين. او موا انا مش نقول لك مانيش باش نتاثروا باللا سيتوياسيون، لكن نتعلموا ان نتعايشوا نتعايشوا معها ونقولوا الحمد لله، خاطر ديما نغدر الخايب اللي موجود ونحن الباهي اللي عندنا. وان بليس الاغذيه هذيا زيد شيما، وكنا نحن حكينا على المناعه قبل، فيها برشا حاجات من اللي حكيت عليهم الاغذيه اللي يزيدوا في المناعه زيد. بيان سور دو زونا هاكا فوالا سي دي زونتي اوكسيدون، خاطر بيان سور كيف انت مناعتك تنقص باش يصير ثم ان ديزيكيليبر في البدن نتاعك، وديزيكيليبر هذيك عنده تاثير على كل شيء في كومبري على لي هرمون نتاعك. فوالا يعطيك الصحه شيماء، ميرسي بوكو على تدخلك معنا لليوم، ميرسي على المعلومات هذيا الكل اللي قدمت لنا. ان شاء الله نهارك مبروك السعيد. نحن راجعين معكم بعد شويه كاملين بالموسيقى، فاضل شاكر لو على قلبي.